لما الست بتعرف انها حامل ده بيديها تصريح في اللخبطه في الاكل سواء عن طبيعه الاكل او كميته. مش بس في الاكل، في حوامل كتير بتفتكر ان الحركه خطر وفيها ضرر عليها وعلى البيبي من اول يوم حمل. يعني اكل كتير ومفيش حركه، ده بيديها مبرر ان بيبقى فيه صعوبه كبيره جدا بعد الولاده في نزول الوزن. هل ممكن للحامل اتباع نظام غذائي صحي وممارسه الرياضه؟ ده اللي هنعرفه في حلقه جديده من الاهلي دايت. اهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي دايت. النهارده هنبدا حلقتنا بعد ما بنسمع كلمه مبروك انت حامل. دايما واحنا في الجيم بيجي لنا ناس لسه حوامل في الاول بيقولوا احنا عايزين نعمل رياضه، فاحنا طبعا اول حاجه بنقولها لا لازم نروح للدكتور بتاعنا هيدينا تقرير طبي بممارسه الرياضه، لان بيبقى في ناس عرضه ان هم ما ينفعش يعملوا رياضه خالص اول 3 شهور وبعدين ممكن يلعبوا رياضه عادي جدا، او ان هم ممكن من الاول يكملوا رياضه، او هم من الاول للاخر يعملوا رياضه، او من الاول للاخر ما لهمش اي رياضه خالص. طيب ازاي انا هقسم المراحل بتاعتي دي؟ انا الاول بشوف الهيستوري بتاعتك، احنا عملنا رياضه قبل كده ولا ما عملناش اي رياضه، التغذيه بتاعتي عامله ازاي، عندي اي انيميا او عندي اي حاجه تخليني مثلا ادوخ او اتعب في التمرين، فكل ده احنا بنعمل كده تشيك اب عليه. نبدأ نعرف انتي مستوى الرياضة بتاعك فين، الفتنس بتاعك، كلها حاجة بتبقى بسيطة واحنا بس بنكون فاهمين المؤشرات بتاعتها، بس أول حاجة بتجينا بيها هو التقرير الطبي بتاع الدكتور، حتى لو أنا كنت بلعب رياضة طول عمري، لأن ده بيختلف من أول ما ببدأ الحمل بتاعي، لأن في حاجات بقى متغيرات بتزيد عليا اللي هو متغيرات الحمل الأولانية، بيبقى في وزن شوية بدأ يزيد عندي، بطني بتبقى غير، ممكن ظهري يتأثر، كل ده بيبقى العضلات لسه لو انا مش محافظه عليها في الفتره دي هيبدا يتاثر، فمش هيبقى نفس التوازن بتاعي، يبقى مختلف. فاحنا لازم بس بنركز في الاول احنا هنبدا منين الرياضه وهنبدا نعمل ايه والتغذيه بتاعتنا هتمشي ازاي. طيب انا عندي حاجتين، لو انا عندي واحده عمرها ما عملت رياضه قبل كده خالص في حياتها، احنا في الاول بننصحها ان هي تتجنب الرياضه اول 3 شهور، بيكون بس لسه يعني البيبي يبدا يثبت بعد مرحله 3 شهور، الحمل يبقى ثابت، الحمل بيعدي بعد 4 شهور كده فتره ثبات شويه اللي هو فتره الاطمئنان، او هي بدات تتعود فسيولوجيا ونفسيا على المرحله اللي هي فيها. طيب اول لما تيجي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تتمشى مشي خفيف، تبدا تعمل تمرينات باوزان خفيفه جدا تحافظ بس على العضلات بتاعتها، تبدا تعمل تقويات، تبدا تعمل تونينج بس جسمها، مرونه، لان المرونه وكل يعني العضلات والتونينج والحاجات اللي هي بتعملها خلال الجيم دي هتخليها توصل للشهر التاسع وتولد يعني ولاده سهله ومريحه بالنسبه لها. طيب لو هي برده عمرها ما لعبت رياضه قبل كده بننصحها برده هتاخد حاجات التغذيه السليمه، تشرب ميه كتير، تاخد الحاجات اللي فيها بوتاسيوم، الفوليك اسيد برده دي حاجه مهمه جدا في الاول اللي هي من الحاجات اللي تحافظ عليها، تبعد خالص عن حاجات المواد الحافظه لان مش عايزين نبقى عرضه لمرض التوكسوبلازما اللي هو ممكن لا قدر الله بعد 3 شهور او الشهر الرابع يعمل اجهاض للجنين، لان كل الحاجات الفيروس او كل الحاجات الامراض اللي هي بتبقى وارده زي تسمم الحمل والحاجات دي بتبقى موجوده في المنتجات اللي هي فيها مواد حافظه عاليه، او الحاجات الموالح الكتيره زي الرنجه والفسيخ والحاجات اللي هي احنا ممنوع تماما طول فتره الحمل، فاحنا يعني نتجنبها بس خالص طول الحمل، وكمان بعد يعني ما نجيب البيبي برده هنتجنبها، لان احنا برده يعني بيوصل للبيبي ده عن طريق برده الرضاعه بتاعتنا، فاحنا برده بنديكي نصايح وكده كده اي دكتور يعني معانا بيتابع معانا بيدينا برده نظام غذائي. في ناس تقول اذا في حامل بتعمل دايت، الحوامل بيعملوا دايت، مش بيعملوا دايت ان هو احنا نخس، لا احنا بنحافظ على الوزن بتاعنا اللي هو ما نطلعش فوق ال 12 كيلو زياده عن وزننا. لو انا حافظت على شكل جسمي وعلى الشيب اللي انا فيه ده طول الحمل انا جسمي مش هيزيد، هرجع بعد الولاده سهل جدا لشكل جسمي، مش هبقى ان انا بقى مش قادره اقوم اشيل البيبي او ان انا اعمل اعمال بتاعه البيبي في الاول ان انا اغير له او اشيله او ان انا ابدا اساعد نفسي، حتى شنطه البيبي تبقى تقيله جدا في الاول، لو انا حافظت على شكل جسمي خلال فتره الحمل هيبقى سهل جدا بالنسبه لي بعد ما اولد. طيب لو انا بقى بلعب رياضه وجايه وعايز بقى ان انا مفكره ان انا لسه في نفس بقى الفتنس بتاعي او انا لسه فات او انا عايزه اعمل كل الحاجات اللي انا بعملها
قبل ما تكون حامل، لا هو في متغيرات كتير جدا بتحصل عليكي نفسيا. دي اول حاجه، انت مش بتبقي في نفس الاتيتيود او مش في نفس المود اللي انت بتلعبي فيه وانت مش حامل، فانت بس محتاجه تبقى التمرينات اهدى شويه. الويتس اللي احنا بنشيلها مش هينفع تبقى تقيله خالص، لكن هتعملي رياضه عادي جدا وهتبقى هي هي وبنفس المستوى، بس بناخد المستوى اللي قبليه اللي هو الحاجات البيزك اللي هي الحاجات اللي احنا بنرجعها. مثلا لو في حد بيجنرز، لو انت مدربه او انت بتلعبي في الجيم على طول او انت كنتي بطله رياضه، فدي تبقى حاجه سهله عليكي طول الحمل تمام. بس برضو احنا محتاجين اللي احنا الرياضه ايه بالنسبه لي طول الحمل، ان انا بحافظ على العضلات بتاعتي عشان ما افقدش كميه العضلات اللي انا ممكن افقدها لو قعدت خالص من غير اي رياضه. الحقيقه ان احنا عندنا مفاهيم كتير غلط في تغذيه الحامل. زي ايه؟ اول حاجه والجمله الشهيره اللي بتتقال لمعظم الحوامل، انك لازم تاكلي كويس قوي عشان انت بتاكلي الاثنين. لا، في الحقيقه احنا هي مش بتاكل الاثنين ولا حاجه، هي بتاكل لفرد واحد. وعلى فكره الزياده المطلوبه للحامل في اول 3 اسابيع هي انها ما بتزيدش ولا اي جرام تانية، لكن بتبدا الزياده من الاسبوع العاشر وبتبقى تقريبا في حدود 400 جرام كل اسبوع بدايه من الاسبوع العاشر لحد اخر الحمل. طيب بالنسبه لتغذيتها، هي فعلا بتاكل الاثنين؟ لا، زي ما اتفقنا ان هي مش بتاكل الاثنين، وانها في اول 3 شهور احنا ما بنحتاجش ان احنا نزود في سعراتنا الحراريه عن السعرات الحراريه اللي هي اللي جسمها بيحتاجها. اما بالنسبه لتاني 3 شهور بنبدا نزود 340 سعر حراري فقط على سعراتها الحراريه اليوميه. وال 340 سعر دول لو جينا حسبناهم هنلاقي ان هم ممكن تكون عباره عن كوبايه لبن، ممكن ومعاها ثمرتين فاكهه، وممكن معاها كمان بيضاي. وبتبدا نزود السعرات الحراريه دي بعد كده في الثلاث شهور الاخرانيه ل 450 سعر حراري. يعني في الاخر الزياده اللي احنا بنزيدها في الحمل في السعرات الحراريه اللي احنا محتاجينها بتبقى حاجات بسيطه جدا. علشان كده لازم نهتم كويس قوي باكلنا، ولازم السعرات الحراريه اللي احنا بنزودها دي تكون من الاكل المفيد والصحي اللي غني بالفيتامينز والمعادن اللي جسمي محتاجها. تاني حاجه من الحاجات برضو الشائعه عندنا هي الوحم. اول ما ست الحامل تقول انا نفسي في كذا، يلا نجري نجيبه علشان البيبي ما يطلعش عنده وحمه. الكلام ده ملوش اي اساس علمي، والست الحامل ممكن نفسها تيجي على اي نوع اكل، وده طبيعي جدا وعادي. ده مش معناه ان هي محتاجه نوع عنصر غذائي معين او ان هي عندها نقص في العناصر الغذائيه. كمان من الحاجات الجديده دلوقتي ان كل البنات لما بتيجي تكون حامل تقول لا انا مش عايزه ازيد قوي في الوزن علشان ما زدتش بعد كده بعد الولاده كمان في وزني. طيب احنا لازم نكون متابعين مع الدكتور كويس قوي وعارفين انا المفروض ازيد قد ايه علشان ازيد زياده اللي بتفيدني وتفيد البيبي. انا محتاجه الزياده دي علشان ما ادخلش في ولاده مبكره، علشان ما اجيبش بيبي صغير ويضطر البيبي ده يبقى عنده مشاكل صحيه ويبقى ممكن يدخل حضانه لا قدر الله، كل ده بسبب ان الام كانت تغذيتها مش سليمه. لا، انا محتاجه ان انا اتغذى كويس، ومحتاجه ان انا اخد وجبات صحيه، ومحتاجه اعرف الزياده المطلوبه بالظبط، لا ازيد عنها ولا اقل عنها. وعلى فكره ايوه السعرات الحراريه الزياده او الوزن اللي انا بزيده ايوه بيتراكم دهون طبعا، لان الدهون هي مصدر الطاقه عندي في جسمي، وانا محتاجه الطاقه دي علشان عمليه الولاده، محتاجه الطاقه دي عشان بعد كده الرضاعه. برضه حاجات تانية بتقابلنا واحنا في الجيم، لو انا كابتن انا خايفه جدا، او انا خايفه ادور البيبي من الرياضه اللي بعملها، او انا قالوا لي خطر ان انا اعمل رياضه. لا، هو مش خطر خالص، هو الخطر ان احنا نقعد من غير اي حركه. المفهوم اللي طبعا او الاكسبيرينس اللي المصريين كلها بتاخدها عننا ان احنا من اول ما نبقى حامل بنصلي على الكرسي بقى والحاجات اللي دايما بتريقوا عليها انا فيها دي، لا احنا بنلعب رياضه
وبنتحرك وبنشوف ابطال كتيره جدا وبنشوف سيدات يمكن بيعملوا رياضه وبيدخلوا بطولات وهم حامل، ده مش هيأثر خالص على البيبي. الحركه بتاعتك اللي بتعمليها طالما هي حركه امنه ومعاكي حد فاهم هو بيعمل لك ايه وحد فاهم ايه اللي ممكن يأذيكي او ايه اللي ممكن يبقى ماشي معاكي سليم، ما تقلقيش خالص على نفسك، ما تقلقيش خالص على البيبي، بالعكس ده هيخلي الدم احسن، سريان الدم احسن للبيبي، هيخلي التغذيه بتاعته اللي واصله له احسن، هيحافظ على شكل جسمك، مش هيخلي ظهرك يبقى ضعيف مش قادره ان انت تشيلي وزن بطنك، بالعكس ده هيخلي عضلاتك قويه ومتماسكه وشكل جسمك متماسك. وبعد كمان لما تولدي هترجعي اسرع جدا، مثلا انا وزني زاد قوي قوي في الحمل، ده الرياضه بتاعتك هتخليها ان انت ترجعي بسرعه جدا بعد ما تولدي. طب انا خايفه من ان انا اعمل دايت عندي في البيت ويقولي كل حاجه براحتك ما تخليش نفسك في حاجه، لا ده خطر جدا. البيبي مش محتاج منك غير الاكل السليم، الميه، الفواكه، الخضار، البروتين، الكالسيوم، هو ده اللي البيبي محتاجه منك، مش محتاج الاكل من بره، مش محتاج اللخبطه، مش محتاج الفاتس، مش محتاج كل الحاجات اللي احنا بنلخبط فيها، الاكل اللي مش شارع اللي هو ممكن يضره، مش محتاج ان انا وزني يزيد اللي هو ممكن يبقى عرضه يجيلي سكر حمل، مش محتاج ان انا الخبط شويه فيحصل زياده في ارتفاع ضغط الدم، ان انا اكلت يعني حاجات حادقه كتير، مش محتاج ان انا وزني يزيد فابقى عرضه ان انا يجي تسمم حمل، لا قدر الله يوصل ان انا البيبي يعني يحصل له حاجه او يتاثر جدا باللي انا وصلت له، وكمان بتعرضي حياتك للخطر وحياه البيبي بتاعك للخطر. طيب انا ازاي احدد الزياده اللي انا محتاجاها خلال فتره الحمل؟ بنحدد الزياده اللي انا محتاجاها خلال فتره الحمل من خلال وزني الحالي. اول ما ابدا الحمل بشوف انا وزني قد ايه واقدر احدد انا المفروض اتخن كام كيلو. ازاي؟ اول حاجه بحسب حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم او البادي ماس اندكس، وده بنحسبه ازاي؟ بان انا بقسم وزني على مربع طولي بالمتر، ولو لقيت ان انا اقل من 18.5 او بمعنى اصح ان انا في حاله نحافه فانا المفروض ان انا ازيد من 12.5 كيلو لحد 18 كيلو. لكن لو لقيت ان انا نتيجه مؤشر كتله الجسم عندي ما بين 18.5 ل 24.9 فانا بزيد حوالي 11.5 كيلو لحد 16 كيلو. اما لو كان مؤشر كتله الجسم عندي ما بين 25 ل 29.9 فالزياده المطلوبه في الحمل بتكون حوالي من 7 ل 11 كيلو جرام في خلال فترة الحمل كلها. اما بقى لو انا بادئه الحمل وانا وزني زيادة وانا في حالة سمنة، بمعنى ان انا مؤشر كتلة الجسم عندي اكتر من 30، فبزيد من 5 ل 7 كيلو طول فترة الحمل. من الاغلاط كمان الشائعة عندنا في تغذية الحامل ان انا دلوقتي اول ما ست بتعرف ان هي هتبقى حامل يقولك يلا بقى انت لازم تاخدي فوليك اسيد وفيتامينز. لا، الفوليك اسيد لازم اخده من اول ما انا اكون خلاص بخطط ان انا هجيب بيبي، لان الفوليك اسيد مهم جدا في تكوين البيبي في المراحل الاولى من الحمل، وغير كده لا قدر الله بيبدا يعمل تشوهات في الجنين احنا في غنى عنها. فلازم لو انا بخطط ان انا هجيب بيبي ابدا اخد الفوليك اسيد والفيتامينز قبلها بمده عشان يكون عندي جسمي مخزون للفوليك اسيد اللي يحافظ على تطور الجنين بشكل طبيعي. من الحاجات كمان الغلط هي ان احنا بنقول للحامل ان انت لازم تشربي لبن كامل الدسم وتبعدي تماما عن اللبن خالي الدسم دلوقتي. لا، هيفضل اللبن خالي الدسم ولبن النص دسم هو احسن من اللبن كامل الدسم لكل الناس اللي اعمارها اكتر من 3 سنين، لان هو فيه نفس العناصر الغذائيه اللي موجوده في اللبن كامل الدسم، وكمان بيكون فيه نسبه كالسيوم اكتر، وطبعا بيكون فيه نسبه كوليسترول ودهون اقل. معانا النموذج للناس بقى اللي كانت بتلعب رياضه، ان انا ازاي الصحه بتاعتي ماشيه كويس الحمد لله، ازاي الجسمين بتاعي مظبوط، ازاي شكلي مظبوط. يعني منهم حد كان بطل طبعا رياضه في النادي الاهلي، ومكملين طبعا رياضه بنفس النمط، ما قعدتش بقى خلاص انا بقيت حامل فانا بقى اقعد اريح او ان انا بقى استكفيت كده، لا بالعكس هي ماشيه في تغذيه سليمه مع الدكتور بتاعها، بتخاف من كل كيلو بتزيده، عارفه انه هيأثر عليها وعلى شكلها وعلى شكل البيبي
وعلى صحة البيبي كمان. هي عارفة أن الرياضة مهمة جداً في عضلاتها وفي حياتها اليومية، حتى لو بتتمشى الدكتور سامي بيقولها تمشي شوية، اعملي رياضة، شيلي يعني تمرينات خفيفة جداً أو شيلي أوزان خفيفة قوي. فهي طبعاً يعني مصرة جداً على النقطة دي، ومصرة أن هي تعمل رياضة، ومصرة أن هي تيجي الجيم هنا وبتتمرن مع حد عارفة أنه هو هيحافظ عليها وهيحافظ على شكل جسمها وهيديها التمرينات الصح اللي تفيدها. فهي طبعاً يعني راحت للمكان اللي هي واثقة فيه وعارفة أنه عمرها ما هتبقى حاجة تأذيها أو تشيل حاجة غلط أو أن هي تعمل تمرين غلط. لا بالعكس، هي ممكن تنط وممكن تجري وممكن تشيل ويتس وممكن تعمل بيلاتس، ممكن تعمل تمرينات النفس اللي دايماً لازم نعملها طول فترة الحمل، بلس طبعاً الدكتور المختص بيها بيظبط لها التغذية بتاعتها وبيقول لها إمتى ممكن ناكل حاجات فيها كاربس وإمتى ناكل حاجات فيها سكريات وإمتى ما ينفعش ناكلها خالص طول اليوم، إمتى أن أنا حسيت مثلاً يعني بوجع بعد الأكل أو الحاجات دي لازم نروح طبعاً الدكتور المختص، لأنه هو اللي هيظبط لنا المود بتاعنا وهو اللي هيظبط لنا البلان بتاعة الأكل بتاعتي، عشان هي اللي هتحافظ على صحة الجنين بتاعي وهي تحافظ كمان على شكلي اللي احنا بنبقى خايفين عليكي وعلى كمان وعلى البيبي بتاعك. فدي حاجه طبعا هتفرق معاك وهتنبهر، وطبعا لما بتشوفوها بيبقوا عايزين احنا لما نوصل للمرحله دي او ان احنا في مرحله الحمل بتاعتنا لازم نعمل زيها، لان برضو ده بيبقى مثال لينا ومثال احنا نقتدي بيه. مش اول ما ندخل في مرحله الحمل اقعد في السرير ولا ساعدوني وهاتولي ميه وانا قاعده وكده، لا خالص، مش ده المطلوب مننا في الحمل تماما. انت كده بتاخري نفسك وبتاخري شكلك في الرجوع وبتاخري حاجات كتير قوي، مش هتقدري، ممكن تقدريش تخلي يعني تعملي البيبي رضاعه طبيعيه من عضلاتك ضعيفه مش قادره تشيليه، اللبن مش هيبقى في نفس التدفق بتاعه لو انت بتشربي ميه كويس او بتاخدي التغذيه السليمه. نبدا بقى ان احنا نقول لك لازم تاخدي ادويه او حاجات، فاحنا نمشي نورمال من الاول نحافظ على الصحه النفسيه بتاعتنا والصحه الجسديه وكمان التغذيه بتاعتنا، ده اللي هيفرق معانا طول فتره التسع شهور بتاعتنا. أنا اسمي رحاب محمد، لاعبة سابقة في نادي الأهلي ألعاب قوة. بطلت الرياضة بقالي فترة وأنا حامل دلوقتي في الشهر الثامن. اللي اختلف حاجات كتير طبعاً، أول واحد لما الواحد بيبقى حامل بيبدأ ياكل كتير، ما بيعرفش يظبط نفسه في موضوع الأكل أو بيخاف من موضوع الرياضة إن أنا ألعب رياضة وأنا حامل. اختلفت كتير جداً في شكل جسمي، في صحتي، أنا دلوقتي حتى أنا حامل في شهر الثامن مش حاسة إن أنا حامل، وزني تقل، مش قادرة أمشي، مش قادرة أتحرك، مش قادرة أعمل أي حاجة في حياتي. لا، الرياضة اختلفت معي كتير. اللي دفعني إن أنا أنزل الجيم إن أنا عايزة أحافظ على وزني وأفضل زي ما أنا، مشاكلي ما يتغيرش حتى بعد الحمل. اي واحده عايزه تلعب رياضه وهي حامل لازم تروح لما تكشف عند الدكتور هو يقول لها اذا كان تلعب ولا ما تلعبش، عشان تحافظ على نفسها وصحتها، واذا كان فتره الحمل او بعد الحمل ان هي لازم تلعب رياضه. ما ينفعش تبقى افضل قاعده ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي مجهود، والاقي نفسي وزني بيزيد وانا قاعده في البيت. وعلى فكره الحمل مع وزن الزياده بيخلي الواحده توصل لمرحله اكتئاب، وده مش هيبقى حلو خالص. يعني لو لعبت رياضه المرحله دي كلها هتروح منها. كمان من الاغلاط الشائعه ان احنا بنفضل نقول للست الحامل انت لازم تاكلي لحوم كتير ولازم تاكلي بروتين كتير جدا، وده مش صح. الحامل محتاجه ان هي تاخد وجبه غذائيه متوازنه فيها النسب المطلوبه من العناصر الغذائيه بتاعتي، سواء من الكربوهيدرات او من البروتين او من الفات. وعشان نكون فاهمين لازم كمان تكون نسبة الخضار والفاكهة والنشويات المعقدة أكتر من نسبة البروتين. كمان من الحاجات اللي بنواجهها إن بتيجي واحدة حامل وتقول أنا تعبانة من الحمل رغم إن أنا ماشية بطريقة صحية جدا وبعمل كل حاجة صح بس تعبانة. طيب احنا لازم نكون متفقين إن أعراض الحمل اللي هي سواء القيء، الدوخة، غمامان النفس، الامساك، الحموضة، دي أعراض بتيجي لكل الحوامل سواء إن هم ماشيين بطريقة صحية أو لا. إحنا كل اللي بنقدر نعمله إن إحنا بنقلل الأعراض دي، لكن ما بنمنعهاش تماماً. بنقللها إزاي؟ بنقللها بإن إحنا بنمشي مثلاً كل يوم، وده بيكون بداية من الشهر الرابع، بنقدر نتمشى علشان نقلل كل الأعراض دي. كمان إن إحنا بناخد وجبات غذائية متوازنة بعيد جداً عن السكريات، بعيد عن اللحوم المصنعة وأي أكلات ممكن إن هي تزود لي الحموضة أو إن هي تخليني مش مرتاحة في أكلي.
نيجي بقى للنموذج الثاني اللي احنا برضو هنشوفه شوية هنتصدم. انا كنت بعمل كريزي فات بيرنينج من الشهر الاول، انا كنت حامل هنا وانا في الجيم في النادي الاهلي، وولدت هنا وانا في الجيم برضو. الناس اللي كانت بتحضر معايا من الشهر الاول للشهر الثامن كانوا بيشتغلوا ورايا كريزي فات بيرنينج، كنا بننط وبننزل على الارض وبنعمل ابس وكلاس كامل لمدة ساعة بمجهود عالي جدا. الفتنس كانوا هما طبعا شايفين ازاي المدربة بتاعتهم التغيرات طبعا البدنية والفسيولوجية اللي ماشية معاهم اللي هما بيقتضوا بيها مثلا او بيشتغل وراها حامل، ويعني برضو كان بطني كبيرة جدا، بس طبعا كنت بحافظ ان انا لازم ادخل الكلاس بتاعي وبنعمل تغذية مع بعض سليمة جدا، وبنشتغل شغل يعني اللي هو السيفتي، بس انا في نفس الوقت عايزاهم يبقوا في نفس المجهود وبنفس الشكل وبنفس الصحة. فطبعا الصورتين فرق، ان كابتن سيمو في الشهر التاسع عاملة ازاي، وهنشوف برضو الصورة اللي بعديها كابتن سيمو بعديها بعد ما ولدت هنا في النادي برضو الاهلي بسنة ونص بقيت عاملة ازاي. فده هيبقى فرق هيخليكوا برضو ما تقعدش بقى في البيت، لا هيخلوني ان انا اتشجع ان انا انزل ان انا اعمل رياضة من قبل ما ابقى حامل ومن بعديها، لان ده هيفرق معانا، لان احنا كان عندنا حالات كتيرة جدا مش عارفة تبقى حامل، والدكتور دايما ينصح لازم نعمل رياضة، لازم دهون البطن تنزل، لازم ان انا اعمل رياضة عشان الدم بتاعي يمشي كويس عشان اقدر ان انا ابقى حامل. طبعا لو مفيش اي مشكلة يعني ليها علاقة بالادوية او بالطب او كده، فدايما لو في دكتور هيبقى فاهم الكيس بتاعتك هيقولك روحي اعملي رياضة وروحي الجيم وروحي امشي. ناس كتير قوي كانت معانا كده، والحمد لله بقوا حوامل وجم اتمرنوا معانا. الرياضة بس اللي فرقت معاهم والتغذية، التغذية السليمة اللي هم قللوا شوية من دهون البطن بتاعتهم، خلوا الدم يمشي بمسار أحسن. فطبعا دي أكتر حاجة بتفرحنا وبتفرق طبعا معانا وبتفرق مع الجيم كله، إن احنا الحمد لله ساعدنا لو بحاجة صغيرة جدا، إن الناس دي بقت أمهات وعندهم بيبيز وبقوا في صحة كويسة. يعني يمكن برضو حاجة يمكن عايزة بس شوية يعني أعمل سبوت عليها، الصحة النفسية للحامل هي أكتر حد في الدنيا محتاج دعم نفسي. الزوج عليك يعني عليك حاجة كبيرة جدا مع مراتك، يعني دي أهم حاجة لازم تدعمها نفسيا. شكل جسمها هيبقى أصلا اوريدي من جواها متضايقة، متضايقة من كل حاجة، من النفس، من الحركة، من الحاجات اللي بتاكلها، من الأدوية، من السيستم اللي هي بقت فيه اللي متغير كل شكل حياتها فيه. فأنت بس ساعدها أكتر، اهتم بنفسيتها أكتر، يعني خليك سبورت ليها أكتر. بعد ما تولد مش هيبقى البيبي بيعيط وانت بقى تبقى، لا ده بالعكس، دي اكتر فتره، ان احنا عارفين ان في معظم سيدات يعتبر او 50% بيجي لها اكتئاب ما بعد الولاده. انت اللي هتساعدها، انت اللي هتسبورت ليها، انت اللي هتخليها ترجع لشكل جسمها، انت اللي هتديها السبيس ان هي تنزل الجيم بعد ما تولد. يعني هو ده بس اللي احنا محتاجينه في الفتره دي، الدعم النفسي في فتره الحمل والدعم النفسي ما بعد الولاده. اهتموا بالصحة النفسية كويس جدا، هيفرق في حياتها وهيفرق كمان في حياتك، هيخليك من السعادة للسعادة الأكتر. فيعني احنا بس نتمنى ان احنا نحافظ على صحتنا وصحة الأسرة بتاعتنا والتغذية والحاجات اللي هي بس بتتطلب ان احنا يكون مع بعض أسرة واحدة عشان نوصل للحياة المثالية بتاعتنا. خلينا نقول لكل ست حامل شوية نصايح. تابعي كويس جدا مع الدكتور بتاعك، اعرفي الزياده اللي المفروض تزيديها خلال فتره الحمل كلها، والمفروض ان انا ازيد بمعدل قد ايه كل اسبوع، ودايما التزمي بالزياده دي. لا انا اعرف على نفسي عشان ما ازيدش الزياده دي وتكون اقل، علشان انا بفكر في بعد كده ان انا ما اتخنش، ولا ان انا ازود عن الزياده دي لان ده برده ليه مشاكله ومخاطره عليا وعلى البيبي. كمان لازم اكون واخده بالي كويس قوي من اكلي، ان هو يكون فيه كل العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها بالنسب اليوميه، ويكون كل اكل ويكون كله اكل صحي ومفيد، اولا علشان ما يتعبنيش، ثانيا علشان يفيد صحتي وصحه البيبي. الحمل مش
معناه ابدا عدم ممارسه الرياضه ولا اللخبطه في الاكل. بالعكس، فتره الحمل بتحتاج اهتمام كبير عشان نحافظ على صحتنا وشكلنا، بس طبعا ده لازم يكون تحت اشراف متخصص عشان صحتك وصحه البيبي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي دايت.